المقيمين في مملكة البحرين. دكتورة، إجمالي عدد الناخبين الذين حضروا الإدلاء بأصواتهم 3423 ناخبا. إجمالي عدد الأصوات الباطلة 188 صوتا. إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 3235 صوتا. المرشح الأول عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي 3164. المرشح الثاني موسى مصطفى موسى محمد 71 صوتا. وبذلك تكون قد أنهت لجنة الانتخابات الفرز وأعلنت النتائج الانتخابية للتصويت في مملكة لتصويت المصريين في مملكة البحرين. وشكرا.